جاك جاي الغابة مع أخوه مايك عشان يقابلوا ناس في كوخ هنا، أمهم بعتتهم عشان يطمنوا عليهم. مايك مش مهتم على عكس جاك اللي جايب هدية للضيوف. وصلوا للكوخ واستغربوا من حالته المتبهدلة، ولما يروح جاك يبص يلاقي اتنين عواجيز بيحبوا بعض وبياكلوا لحم عادي خالص. بس اللي مش عادي انهم قاتلين واحد وبياخدوا منه اللحمة وبيفرموها وبياكلوها بالدم بتاعها. حسوا بالشباب وخرج العواجيز بأسلحتهم يطردوهم عشان ياكلوهم. جري الأخين ووقع جاك وتعور. قوموا مايك ويقول له مين دول وهم دول الضيوف ولا ايه. ولما يروحوا يستخبوا ورا شجرة يجي العجوز ويقتل مايك قدام اخوه جاك. ولما يروح العجوز يقتله هو كمان يقول جاك انه جاي هنا تبع امه ايمي، والوحمة دي دليل على كده، والوحمة نفسها موجودة عند العواجيز اكلي لحوم البشر. وفجأة يطلع هم اجداد جاك ومايك اللي الله يرحمه بقى. حضنوا جاك ومش عارف يفرح لانه ما اتقتلش ولا يزعل على موت اخوه مايك. بالنسبة للقصة التانية هي عبارة عن اب بيسهر طول الليل وحياته متدمرة بسبب ابنه المريض، ما بياكلش معاه ولا حتى ليه صحاب، ودايما قاعد في غرفته وعمل عملية في دماغه افقدته الكلام، وكل يوم بالليل بيقعد يصرخ، وعشان كده الاب والام ما بيناموش غير الصبح. الام راحت تخفف من على ابنها، تقنعه يخرج للغابة يتمشى شوية وتحاول تخليه يتكلم، بس للأسف فشلت. ولما خرج الابن للغابة سمع صوت شيطاني غريب بيهمس ليه، وفجأة يفقد السيطرة على نفسه وتأخر بره، وامه قلقت عليه وخرجت تدور عليه تلاقيه جاي بيعيط وانه كمان ما بقاش يشوف. مش عارفة الام تعمل ايه ولا ايه، كان ما بيتكلمش دلوقتي كمان ما بيشوفش، وفجأة تلاقيه بقى عدواني. ولما تروح تلمسه وتهديه هجم عليها وحست بالاختناق وماتت. والاب يروح يحاول يشوف فيه ايه، يلاقي ابنه هجم عليه وتسبب في موته مخنوق زي الام برضه. وبسبب كراهية الابن ده للناس الشيطان سيطر عليه واعماه وهيخليه يقتل البشر كلهم. بالنسبة للقصة التالتة عبارة عن واحد اسمه شارلي، طول حياته من لما كان صغير كان بيحلم بالشابة الجميلة كات، وهي اجمل بنت في المنطقة، وفي مرة شاور لها وخدت بالها منه وضحكت له مش مصدق نفسه، وقرر يديها رقمه بس هو معهوش قلم. فيعمل ايه؟ يروح للجثة اللي قتلها في العربية وياخد من دمها ويكتب رقم التليفون ليها بالدم، وهي مش واخدة بالها انه سفاح. شارلي بقى سفاح من ساعة لما شاف ابوه زمان بيتقتل على ايد سفاح، والسفاح ده كان لابس بدلة منقطة بدواير، فبقى عنده عقدة اي حد لابس دواير لازم يقتله فورا بدون تحكم على نفسه. وقابل واحد كده في الجراج فاوتوماتيك قتله واخفى الجثة، وبيحس بالندم بعد كده. راح الموعد الغرامي مع حبيبته كات وبيسمع منها نكتها اللي ما بتضحكش، وبيضحك وخلاص عشان يساعدها. والمشكلة لما جه الخادم كان لابس زرار فيه دواير، فالحالة جت لشارلي من تاني، فيقول لي كات ممكن 5 دقايق هروح الحمام وهرجع تاني، ويسحب سكينة الاكل وهي مش واخدة بالها وراح على الحمام. والخادم هناك وطلع السكينة عليه وخلص عليه واخفى الجثة، وراح فرحان مع كات على نجاح الموعد الغرامي الاول ليهم. وفجأة لقى شاب معدي لابس طاقية فيها دواير، فالحالة تجيله من تاني ويقول لي كات ممكن 5 دقايق كمان وهرجع لك، راح يقتل الراجل بس يترجاه انه ما يعملش كده ويسيبه. فكر شارلي في التحكم في نفسه عشان حياته الجديدة مع كات، ولقى الراجل مطلع له محفظته يديه فلوس عشان ما يقتلهوش، بس للأسف المحفظة طلع فيها دواير هي كمان، فراح شارلي وقتله. بس المرة دي شافته كات لأول مرة وسابته وهربت بسرعة، ومش عارف شارلي يصالحها ازاي، لان هي حب حياته ولانه معتقد انها لازم تتقبله زي ما هو وتحبه. فجأة لقى التليفون رن وهي كات، خلاص سامحته وتعزمه على الغدا عندها، فراح لها بسرعة بكل جنون، ويتصدم لما يلاقيها لابسة دواير. لا ده كل البيت العفش فيه دواير، فتخيل عمل ايه بقى، خلص على عينه لانه طالما مش هيشوف دواير تاني يعني مش هيقتل تاني، واختار كات على القتل واتجوزها وعاشوا في ثبات وتبات تحت مسمى الحب بيعمل المستحيل في الافلام وبس. القصة الرابعة بقى لراجل في بيته، الباب خبط، جه صديق ابوه يقول له ابوك اختفى وانت هتورث القصر بتاعه، والكتاب ده الزمني ابوك اني ادهولك في وقت ما يختفي. بيتر كان بعيد عن ابوه ل30 سنة بسبب اللعنة السحرية اللي اسمها سايروس، لعنة معمولة من السحر الاسود وسيطرت على ابوه والقصر اللي عايش فيه، وبتوعد بالخلود والسعادة، بس الوعد ده ما بيتحققش. فقرر بيتر يرجع القصر ويخلص على اللعنة دي نهائيا. جاب جاز، ولما يجي يولع في القصر يلاقي ورقة السحر طارت، وسمع صوت غريب، وفجأة لقى ابوه قدامه، فقرر ينزل القبو يطمن عليه. لقى بيتر هياكل وجسس للناس اللي ماتوا بسبب اللعنة، ولقى ابوه حفر وطلع تابوت غريب، ولما يفتحه تطلع منه ساحرة شريرة وتقتل الاب قدام الابن. ولما يجي بيتر يهرب
وحش عملاق يجري وراه، وراح بيتر للزاوية اللي فيها الخشب اللي ماسك القبو، ولما الوحش يقرب عليه يزق الخشب والقبو ينهار على الوحش ويموت. وخرج بيتر ويجي يولع في ورقة السحر الاسود تجيله الساحرة وتحاول تمنعه وتوعده بتحقيق الامنيات، بس يرفض لانها قتلت ابوه وكذبت عليه كمان، وولع في الورقة وخلص عليها نهائيا. سامي من اكثر الاشخاص سيئ الحظ في العالم، لما امه ولدته ماتت، ولما حب واحدة انتحرت، ولما جه يسلم على جده توفى، فشل دراسيا وعاطفيا، الحياة كرهها على الاخر، شغال كمنظف شوارع فقير ومشرد وبائس ومريض، بس رغم كل ده ما انتحرش برضه، وعنده امل لسه ان المستقبل هيبقى احسن قدام. محققين الشرطة في المدينة بقالهم اكتر من اسبوع بيلاقوا جثث فتيات ليل مقتولة ومشوهة بصورة بشعة، واكن فيه سفاح بيعمل كده فيهم للمتعة، مش عارفين هو مين وبيعمل كده ليه. ولما فتشوا في الحمام لقوا اثار دم كتيرة ومرهم غريب معروف انه مسكن لالام الظهر. ايه اللي جابه هنا وايه علاقته بالسفاح؟ لان الكريم ده اصلا ما بيتباعش هنا في المدينة. وسامي في الشغل عمال بيفكر في الستات لانهم اكتر حاجة بيحبها، خصوصا فتيات الليل، وفجأة حس بألم شديد في ظهره، وعلاج الدكتور بتاعه ما جابش نتيجة نهائيا رغم ان الدواء غالي جدا وفعال. فراح سامي يكلم الدكتور ان العلاج ما عملش معاه حاجة، فيقول له الدكتور خلاص تعالى للعيادة بالليل ابص على ظهرك وممكن نعمل عملية كمان، المهم ما تتأخرش عليا عشان سلامتك يا سامي. المحقق جاك قرر يدور في كل سجلات الدكاترة ويسألهم ويعرف مين فيهم بيبيع الكريم الغريب اللي لقوه في كل مسرح جريمة للسفاح المجهول ده. فجأة جات مكالمة من الشرطة للمحقق مونرو ان في دكتور غريب مرضاش يديهم اي معلومات وشاكين فيه، فقررت الشرطة تروح له فورا. وسامي عند الدكتور عمال بيطمنه ويقول له ما تقلقش هعمل لك عملية بسيطة يا سامي. بس لما بص الدكتور لقى وحش غريب في ظهر سامي، مش عارف وصل له هنا ازاي ومش عارف يعمل ايه. في معمل الابحاث الامريكي استخرجوا شوية من الكريم بتاع الام الظهر عشان يفحصوه، فكلهم اتصدموا من الكائنات الغريبة اللي بتتحرك في جزيئات الكريم، وهي عبارة عن وحوش بتنمو في جسم الضحية وبتقتل البشر، وكل ما بتجوع بتسبب الم لحاملها عشان ياكلها لحوم البشر، وده سبب الالم المستمر اللي بيحس به سامي لان الوحش جعان جواه. والدكتور بيحاول يحل مشكلة سامي لقى المحقق جاك ومنروه جايين يفتشوا العيادة، والدكتور مش مهتم لان هو اللي زرع الوحش في ظهر سامي عشان يجربوا عليه، واتقلب السحر على الساحر والوحش جرح الدكتور. ولما دخل المحقق مونرو يتصدم ويلاقي الوحش هجم عليه هو كمان واصاب عينه، والمحقق جاك كمان الوحش قتله، والمحققين ماتوا، وهرب سامي بسرعة مش عارف ايه اللي حصل ده. اهم حاجة يخرج من المنطقة هنا ويبعد عن الشرطة، وبما انه بيحب الستات فراح تشد الفتاة ليل وهي مش عارفة الوحش اللي معاه، ولما قربت منه الوحش هجم عليها وقتلها. وسامي الصبح يلاقي التليفون رن وحد غريب بيقول له اهرب بسرعة لان الشرطة هتجيلك، فسمع كلام الشخص الغريب وهرب بسرعة، وبيكون دكاترة المعامل البحثية الامريكية رايحين بنفسهم عشان يقبضوا على سامي والوحش لانهم خطر على الكل دلوقتي، وعمالين بيصلوا لانهم مش عارفين هينجحوا ولا لا في المهمة. اما بالنسبة لسامي فعمال يشرب في مخدرات عشان ياخد باور ويهيئ نفسه للمعركة الجاية. بعد محاولات كتيرة فشلت القوات في السيطرة على سامي وقتلهم كلهم سامي. سامي عرف خطورة الوحش الموجود في ظهره ده، وقرر انه هيبقى شخص كويس مش هيأكل الوحش غير لحوم الاشرار والفاسدين وبس، على الاقل هيحمي المدينة منهم، ومهما الشرطة بعتت عليه قوات عشان تقتله او تقبض عليه هيصدهم كلهم لانه لازم يعيش بحرية، سواء بقى الوحش ده كان ملتصق بظهره او لا. بيوصل لبيت قديم مغني اسمه ديف، كان مغني ناجح زمان بس الدنيا جت عليه قوي وما بقاش عارف يألف او يغني زي زمان، فافتكر ان المشكلة في البيت اللي قاعد فيه، فقرر يعزل لمدة اسبوع في البيت القديم ده يمكن يعرف يسترخي ويألف اغاني ناجحة زي زمان. ومشكلته انه مديون والمنتج بتاعه خلاص هينهي العقد معاه، وفجأة سمع صوت غريب في البيت القديم ده، ولما يبص يلاقي صندوق غريب بيطلع منه صوت اغرب، ولقى فجأة جارته سارة جات له عشان ترحب بقدومه هنا وتقول له
ولو احتجت اي حاجة كلمني بسرعة يا ديف. ويقعد ديف يحاول يسترخي ويجرب يغني ويألف، بس كالعادة ساعات نتيجتها كلها الفشل، ومش عارف يعمل ايه. وفجأة لقى على الارض رسمة فار صغير، وفار ظهر فيها وهو ميت، وفجأة الارض بلعته واختفى. وفجأة لقى ديف نفسه في مود كويس لصناعة وتأليف الاغاني، وحس باحساس جميل رجعه لسنين شهرته زمان. وفجأة لقى الارض رسمت ليه فار اكبر عشان يستمر في نجاحه، وراح جاب فار ميت كبير وحطه في المكان، ولقى الارض بلعته. واحساس الابداع جه لديف من جديد، وده بفضل الصندوق الشيطاني اللي بيحقق الاماني. وقابل الصبح ديف جاره جاك والكلب بتاعه، ويلاقيه بيعامله وحش وحتى ما سلمش عليه. ويلاقي ديف رسالة من المنتج بتاعه ان الاغاني الجديدة بتاعته حلوة جدا ونجحت، وهيعمل معها عقد عمل جديد. ويلاقي الشيطان طلب منه قطة لاستمرار نجاحه، وفرح على قطة بريئة وسلمها الطعم وقتلها، وكمل نجاح في صناعة تأليف الاغاني مهما كان التمن. حاسس ديف بالندم، بس هو ما عندوش حل تاني، لان حياته هتنتهي. وكل مرة بيقدم فيها تضحية بيلاقي جروح غريبة ظهرت على ايده، واثار الدم موجودة في كل مكان بسبب التضحيات اللي بياخدها الشيطان. وجات له الصبح مكالمة من المنتج انه حول له فلوس عشان يكمل ابداع في صناعة الاغاني. ويلاقي ديف الشيطان عايز حاجة اكبر من القط، وهي كلب، فما عندوش حل غير انه يسلم الكلب بتاعه. ولما راح ياخده لقاه اختفى ومش عارف مين خطفه، لان كلبه مستحيل يسيبه. كلم الشرطة تحاول تلاقيه، ويقعد ينادي عليه في كل مكان بس بدون فايدة. وراح قابل جاره جاك ويسأله عليه، فيقول له معرفش. ويلاقي ديف اثار جروح على ايد جاك، وكده اكيد هو كمان بيقدم تضحيات للشيطان زيه عشان ينجح في حياته. وينصح جاك ديف ويقول له امشي من المكان هنا، لان في حاجة غلط بتحصل، والسكان اللي كانوا قبلك اختفوا على فكرة. ما يهتمش ديف غير بالكلب بتاع جاك، وده اكيد هيبقى التضحية بتاعته. فراح بالليل فعلا واستدرجه، وجاب السكينة وحاول يقتله، لان الصندوق مش هياخد الا تضحية ميتة، بس ما قدرش يقتل اكتر من كده، ومش هيقدر يتحول لسفاح حيوانات جشع. والصندوق الشيطاني ده لحس دماغه خلاص، وذكريات القتل للحيوانات بتسترجع في ذاكرة ديف. فراح كتب للمنتج بتاعه ان الاغاني اللي عملها دي مش بتاعته، وهو لسه ما اشتغلش اصلا. وقرر ديف يرجع لرشده ويسيب البيت بالصندوق الشيطاني ويمشي. بس فجأة سمع صوت صراخ في بيت جارته سارة، وراح لها افتكر ان جاك هجم عليها، بس يلاقيها هي سليمة. اما جاك لأ، هي خطفته وربطته، وهي زيه بالضبط بتقدم للشيطان تضحيات من اجل نجاحها في مجال الرسم بتاعها. ولاحظ كمان ديف الرباط بتاع الكلب بتاعه عندها، وهي اللي قتلته، والمفروض التضحية الجاية تكون انسان، فعشان كده خطفت جاك عشان تقدمه كتضحية للشيطان. وفجأة تجيب سارة سلاح وتخبط ديف ويغمى عليه، ولما يصحى يلاقي سارة واخدة جاك وتحطه على علامة الشيطان عشان ياكله وياخده كتضحية عشان تكمل نجاح في اعمالها الفنية القادمة. وتقول لديف ما تخافش يا حبيبي، انت التضحية الجاية اللي هسلمها للشيطان. وراحت تكمل رسم، وكان ده صندوق الشيطان اللي لو قدمت له تضحيات هيخليك تنجح في حياتك. في احد البيوت الهادية فيه طفل بريء بيتفرج على الكرتون، وبيحب جدا دمية دبدوب ارنب احمر اسمه تيموثي. وتيجي مربية الاطفال الرخمة تتريق عليه وتطلب من الطفل يديها الريموت ويقلب، بس يرفض وتصمم وتاخد منه الريموت بالعافية وتغير. واخر كلمة للدبدوب الارنب تيموثي خدوني معاكم. قررت المربية تعاقب الطفل وتوديه للسرير، بس فجأة يحس بحد معاه في الغرفة، ويطلع الارنب تيموثي. وتتصدم المربية لما تلاقي الطفل جالها ويقول لها الارنب تيموثي جاي للانتقام. وتتصدم المربية من الموقف الغريب وتروح تبلغ الشرطة فورا، ولكن الارنب تيموثي طلع سفاح وجاب سلاح وقتل المربية. خاف منه الطفل لما عرف انه سفاح، وراح بسرعة يستخبى في غرفته. ولما يبص من عين الباب السفاح الارنب الاحمر تيموثي جاله ويقول له ما تخافش انا بس عايز العب معاك. لما الشرطة جت بسبب بلاغ المربية ما لقوش اي اثار للارنب السفاح، حتى لما سألوا الطفل لقوه في حالة صدمة وما بيتكلمش، ويقولوا له مين قتل المربية، بس برضه ما فيش فايدة، وده لان الارنب السفاح تيموثي الاحمر محدش هيشوفه غير الطفل وبس. بالمناسبة قبل ما نكمل القصص، الدبدوب الاحمر ده ليه اخ تاني سفاح بس لونه ابيض، هسيب لك الرابط بتاعه في
الوصف. القصة التانية بتحكي عن راجل اسمه بيتر، مسافر في القطر وراجع لبيت الطفولة بتاعه من تاني، وباين عليه توتر في كل سنة لما بيجي بيروح هناك، وده بسبب ذكريات الماضي لما كان مع اصحابه مايكل وسام، ودخلوا منطقة ملاهي الاشباح الملعونة اللي مكتوب عليها ممنوع الدخول، وساعتها صديقهم سام اختفى. وهو طفل من 30 سنة هناك، محمل بيتر نفسه المسؤولية، لان زمان كان هو صاحب فكرة الذهاب لهناك. والحكاية بدأت لما لاحظوا مدخل العملات الغريب لتشغيل اللعبة، جمعوا فلوس من بعض وراح بيتر لما كان صغير عشان يدفع الفلوس للملاهي وتشتغل، لقاها ما اشتغلتش رغم كل الفلوس اللي دفعوها، فراح مايكل يكسر فيها. وعشان كده بيجي بيتر وصاحبه مايكل للعبة هنا كل 30 سنة عشان يترحموا على صاحبهم سام اللي اختفى هنا في ظروف غامضة، لان لما مايكل وهو صغير كسر في اللعبة اشتغلت بغضب وشدت سام منها عقابا ليهم. والمفاجأة ان بيتر يعترف لمايكل ان هو سبب عدم عمل اللعبة في الاول بشكل طبيعي، لانه خبى فلوس معاه عشان يجيب بيها حلويات زمان، ولان الفلوس ما كانتش كاملة اللعبة ما اشتغلتش. وراح بيتر يحط العملة الاخيرة في اللعبة، ولما يجوا يمشوا يحسوا بصوت غريب، وكرسي القطر اللي اختفى من عليه سام ظهر لهم من تاني. بس الكرسي مش فاضي ولا جاي لوحده، لا ده كمان سام ظهر بجسم شاحب غريب بيستجمع لسه قوته وكأنه تحول لشبح. فراح عليه بيتر يعتذر له على اللي حصل معاه بسببه، ولكن فجأة سام الشبح رجع عدواني وقتل بيتر. ولما يحاول مايكل يهرب الشبح سام قبض عليه وقتله وانتقم من صحابه اللي ظلموه. اما القصة التالتة بتدور في مكان معزول، واحد ساكن في عربية ومربي معزة برا البيت، راجل كسول جدا وما بيقومش من على الكرسي غير وقت الاكل، حياته عشوائية اكنه عايش في جحيم بالضبط. قام يغلي شوية مية يعمل له الاكل، وبسبب افلاسه بيشرب سجاير مشروبة قبل كده ويدخن اخر ما تبقى فيها، بس اتلسع ووقعت السجارة منه على الارض، وسمع صوت معزته، وبعد كده الصوت انقطع نهائيا، ويتصدم لما خرج ولقى ان معزته اتاكلت، وفيه وحش صغير غريب هو اللي دخل بيته وكل معزته كمان. فراح جاب سلاح عشان يقتل الوحش، وشكله فار كبير مفترس بياكل اللحوم. راح الراجل بالمية المغلية يدلقها على الوحش، بس دلقها على ظهره بغبائه، وفجأة الوحش هجم عليه ولمح الراجل السيجارة اللي وقع على الارض وانبوبة الغاز اللي بتسرب، عمل انفجار ونجح يقتل الوحش بس خرج هو سليم. ولو هتسألني ازاي هقولك الاجابة المعتادة، لانه بطل الفيلم بس سمع صوت غريب في المزرعة اللي جنبه، ولما راح يبص يلاقي اكتر من 5 وحوش فران مفترسة موجودة كلهم جعانين، وهيعملوا حفلة وهم بياكلوا جسمه التخين. بنت اسمها ماكسي وحيدة وبتمارس السباحة وبتحب المدرب بتاعها، الناس كلها بتكرهها بسبب انتحار ابوها. وفي مرة وهي بتستعد للسباحة والقفز من فوق، تلاقي المدرب بيشجعها على عكس كل البنات الباقية اللي عمالة بتتنمر عليها وملقبينها بذات الوجه القبيح. فقدت الثقة في نفسها، خصوصا لما جت تينا وزقتها من فوق وراح المدرب وانقذها قبل ما تموت. والبنات كلها بقيادة تينا بيحب المدرب برضه، وهيعملوا له حفل التبرعات عشان يستمر معاهم في المدرسة، وكل ما يلاقوا نفسهم فاضيين بيروحوا يضايقوا ماكسي. المشكلة اللي هم مش عارفينها ان المدرب اصلا مريض بالقلب وسمعهم وهم بيتخانقوا مع ماكسي، فعشان يحسن من حالتها المعنوية كتب لها جواب يهنيها فيها بعيد الحب. وطبعا فرحت ماكسي جدا بالجواب ده، وافتكرت ان المدرب بيحبها فعلا، وعشان تنفرد بحب المدرب بتاعها لازم تتخلص من البنات اللي هي نفسها عليه. واكيد طبعا هي تينا لاحظت ان ماكسي بتتبعها فخافت منها جدا، وتقول لها لو متضايقة من كلامنا عليكي احنا بس كنا بنهذر معاكي، ولكن ترفض ماكسي وتروح تزق تينا في الوحل وتجيب طوبة وتقتلها. وفجأة والمدرب في بيته يلاقي الباب بيخبط، ولما يفتح يلاقيها ماكسي جايبه له هدية الفالنتاين، وهي قلب حي بتاع تينا لما قتلتها في الغابة. القصة التانية في مدرسة، وبنت اسمها جريتا ما بتضحكش خالص، وتروح لها استاذتها سام وتقول لها عارفة انك غيرتي مدرستك بس لازم تضحكي شوية عشان تكوني صداقات جديدة وما تفضليش وحيدة. ترفض جريتا وتمشي، والاستاذة معرفتش تغير فيها. مشكلة الاستاذة سام انها ارملة ومش لاقي حد عشان يتجوزها، وبتحلم تخلف طفل، بس للأسف مش عارفة تحقق الحلم ده. وتلاقي فجأة ان جريتا عملت لها تعبان من الخشب وتقول لها انها تسمع كلامها وهتضحك، وتاني يوم في المدرسة تتفاجئ الاستاذة سام
سام ان جريتا مبتسمة جدا جدا قوي كمان، بس ما تهتمش وتفرح عشانها. وهي في الماركت تلاقي جريتا جات لها وتروح تحسس على بطنها بصورة غريبة وتجري، فتستغرب سام. حست بألم في بطنها وراحت للدكتورة تقول لها فرحيني انا حامل، صح كده؟ في ولد او بنت مش مهم. تقول لها الدكتورة انت حامل اه، بس المشكلة انك مش حامل ولا في ولد ولا في بنت ولا في بني ادم اصلا، انت حامل في حيوان زاحف وهو التعبان. تتصدم سام ومش عارفة تعمل ايه ومش مصدقة ودانها، والحمل الطبيعي بيبقى في 9 شهور. اما سام عدى عليها سنة ولسه ما ولدتش، مكتئبة وحزينة ومصدومة على حملها في تعبان، ومش عايزة تجهضه في نفس الوقت، وبتحضن في هدوم الاطفال اللي معرفتش تحصل عليهم. وصلت لسنة وشهر وقررت اخيرا تولد، وعشان تحفز التعبان يخرج من بطنها جابت له فار، وفجأة تلاقي نفسها في وسط جماعة غريبة من البشر ومعها جريتا اللي هي زعيمة التعبين اللي زرعت التعبان في بطن سام عشان تزود جماعتها. وتروح سام تستلم التعبان ابنها، ومهما كان شكله غريب بس هي ام وهو ابنها، وقررت انها تربيه. اما القصة التالتة لبنت في العيد، بتقول لها امها نامي كويس وعلى طول عشان لما تصحي تلاقي رجل الهدايا العجيب جايلك بهدية انت كنت بتتمنيها. بس البنت خايفة وتقول ان اصحابها بيقولوا انه شرير وبيقتل البشر. امها ما تهتمش وتقول لها الكلام ده مش حقيقي، احلامي بالارنب اللطيف ولا حاجة ونامي بسرعة. وما زالت البنت خايفة برضه. قامت بالليل تشرب شوية مية تحس بحد غريب جوه البيت وشكله رجل الهدايا، بس شكله مش جايب هدايا المرة دي، ولما تحاول تهرب منه جالها وحصرها. طلع وحش غريب مش جاي عشان الهدايا، جاي عشان يخلص عليها زي ما هي كانت خايفة. ايان راجل بخيل وعشوائي فاتح تطبيق الكتروني بيشتغل فيه البنات عشان يقابلوا شباب فاسدين خلال تطبيق الكتروني باستخدام الكاميرا، بيكسب فلوس كتيرة جدا، ودايما بيحاول يضم بنات جديدة للفريق بتاعه ويوهمهم بالشهرة والفلوس، وفي الاخر بيضحك عليهم وبيمسك عليهم فيديوهات خارجة عشان يجبرهم يشتغلوا معاه بفلوس قليلة. البنات الثلاثة اللي معاه خلاص فاض بيهم وعايزين يتحرروا من سيطرة ايان، وفجأة جالهم وجايب لهم ارخص اكل وبيعملهم اسوأ معاملة ويقول لهم لو حد فتح بقه معايا هرميه في الشارع وهجيب غيره فورا. يحاولوا يقنعوا فيه يديهم حتى اجازة النهاردة في الكريسماس يستمتعوا، بس يرفض برضه ويقول لهم هفضحكم بالفيديوهات اللي ماسكها عليكم. وفجأة تتضايق ايما وتروح تضربه ويغمى عليه، يصحى يلاقي نفسه مربوط والبنات حاطينه قدام كاميرا البرنامج بتاعه اللي بيكسب منه فلوس، ويقولوا له هنكهربك لحد الموت وهننشر الفيديو بتاعك على موقعك عشان محدش يتلاعب بالبنات من تاني. ولما قتلوه لقوا حد بيخبط، وهي البنت الجديدة اللي المفروض كان ايان قبل ما يموت يضمها ليهم، ويقولوا لها ادارة التطبيق اتغيرت ومش محتاجينك خلاص. القصة التالية هي عبارة عن شركة عملت نظارة ذكاء اصطناعي بتخلي الانسان يشوف اللي بيتخيله اكنه حقيقة بالضبط، وعملت نجاح كبير جدا وعددها بقى محدود جدا. ولما وصل بن للمتجر يشتري اخر واحدة يلاقي راجل للأسف سبقه واشتراها هو، فيروح بن يعرض عليه فلوس كتير عشانها، بس يرفض الراجل ويقوله بما انها مهم عندك كده ليه ما سبقتنيش واشتريتها. ولما مش الراجل وقع وجاله شلل بسبب مرض القلب اللي عنده ووقعت منه حبوب العلاج، ولما يشوف بن يحاول يترجاه انه يساعده بس يرفض بن يساعده ويسرق منه النظارة عشان يسلمها لمراته في الكريسماس. لما رجع البيت زعلان بن على نفسه لانه ما حاولش انقاذ الراجل، وكل اللي كان همه هو سرقة النظارة وبس، عشان مراته اللي ما بتهتمش بيه وبترغي كتير وعمرها ما خلته يحس بالسعادة نهائيا، ودايما بتطلب منه يشتغل اكتر من شغلانة عشان يعرف يصرف على البيت. وكل ما بين بيفكر يلاقي صورة الراجل وهو بيستنجد بيه، فبسبب انه مش عارف ينام فقرر يروح يستخدم النظارة يمكن يسترخي شوية. ولما لبسها شاف رؤية ان الراجل المريض مات بسبب ازمته القلبية، وكان ممكن يتم انقاذه لو وصل للاسعاف بدري عن كده، وعيلته كلها متأثرة لانه مات في الكريسماس اللي المفروض كانوا كلهم يحتفلوا فيه. مش عارف بين يعمل ايه، ومش عارف اللي حصل معاه ده كمان بجد ولا لأ، ويكلم الصيانة بتاعت النظارة يمكن يكون فيها مشكلة بس ينكر ويقولوله كله تمام. ولما رجع البيت يلاقي مراته مصدومة ومعاها النظارة بتاعته ومسجلة كل حاجة عنه وانه تسبب في موت راجل بريء عشان يسرق منه النظارة، فيقول لها انه ما انقذش الراجل ده لانه كان
كان عايز منه النضارة بأي طريقة، وهو زهق يبقى طيب لأن الطيبة خسرته كل أصحابه. والصراحة كده هو عجبه دور الشرير، يلاقي فجأة مراته بتحضنه وبتقول له يا سلام عليك أهو هو ده الكلام. تاني يوم يستغرب بين من كلامها وهي مش موجودة، راح يستخدم النضارة ويشوف هي مسجلة إيه عنها، يلاقيها ألعن منه بكتير لأنها سممت المدير بتاعها في الشغل لأنه رفض يزودها في المرتب، وخطفته وحطته في العربية وودته للمذبح بتاعها وشغلت عليه المنشار وقتلته. افتكر بين انه خطر بس لقى مراته اخطر منه بكتير وطلعت سفاحة محترفة. القصة التالية هي عبارة عن ريجي، راجل بيسترجع في ذكريات حبيبته اللي كان بيحبها وفشلت تتأقلم معاه، فعشان هو مجنون فبيخطف البنت اللي بترفض تحبه ويقعد يعذب فيها ويقول هو ليه البنات ما بتحبنيش، انا جميل ولطيف وخلاص انا بكبر في السن ومحدش عايز يحبني، المشكلة فيكم مش فيا، وضربها باخر رصاصة معاه. بتظهر سام بنت وحيدة برضو فشلت في علاقتها العاطفية، تلاقي فجأة تطبيق التعارف اقترح عليها المجنون ريجي، فقررت تروح تقابله لانه مش هيبقى اسوأ من الرجالة اللي قابله، وتروح معاه تلاحظ سنانه البايظة بسبب التسوس من اكل حلويات كتيرة وهو صغير، ويطلب منها توريه سنانها فيعجب بيها ويشوفها المثالية ليه. راح البيت معاها فرحان جدا لانها اول واحدة تحبه بالسرعة دي، وقررت تاخد منه الجاكيت ويقول لها هروح الحمام وهرجع. لما راح الحمام يحاول يحط غسول فم عشان ليلتهم الجميلة، وفجأة يلاقي ورا المراية اجزاء بشرية سام المجنونة حفظها من الرجالة اللي قابلتهم من قبل كده، ومحضرة بطرمان فاضي ليه هو كمان، ويتصدم انه وقع في حب سفاحة. وفجأة هجمت عليه بالفاس، فيحاول يوصل للسلاح بتاعه في الجاكيت وافتكر انه نسي يملاه بعد اخر رصاصة قتل بيها حبيبته السابقة وقتلته سام. المجنون وقع مع سفاحة خلصت عليه. كيت بنت عندها 24 سنة حزينة وبائسة، وده بسبب انها مستوى الخصوبة عندها عالي جدا وبتحمل كتير، بس للأسف كل الاطفال جواها بيموتوا ولا حتى نجحت تولد طفل واحد بس حي، والعلم احتار فيها وينصحها ما تحملش تاني نهائيا لان ده هيبقى خطر على صحتها، والدكتورة تنصحها تروح تاخد جلسة علاج روحية في الصحراء يمكن تتحقق احلامها هناك وتولد بنجاح. فتقرر كيت تروح كاخر محاولة وفرصة لإصلاح جوازها اللي على وشك الانهيار. في نهاية الطريق السريع في مكان مجهول في الصحراء وصلت وترحب سيدة المكان بكيت، ولما تدخل كيت تلاحظ مئات السيدات اللي بيلجأوا للعلاج الروحاني في حل مشاكلهم، ويستغربوا من كيت ويحسدوها ويقولوا لها على الأقل انت بتحملي وبتسقطي، اما احنا ما بنحملش من اساسه اصلا. دكاترة العلاج الروحاني بيقولوا لهم ان هنا كل احلامهم هتبقى حقيقة. نزلت كيت بركة فيها ستة عجوزة غريبة وتترعب اول لما تشوف كيت وتقول لها انت بتسقطي كتير لان في حاجة شيطانية خطيرة هتخرج منك قريب جدا، وهي اللي بتمنعك من الولادة بنجاح ولازم تقعد معاهم هنا وهم يهتموا بيها. سمعت كيت الكلام وعاشت معاهم فترة، وبتلاحظ راجل غريب موجود كل الستات بتلتف حواليه، وفجأة لما تصحى كيت من اول اسبوع تلاقي بطنها كبرت جدا وهي على وشك الولادة، وهي ما عندهاش تفسير للي حصل، فحست ان الستات هنا بيتلعبوا بيها وعايزين يسرقوا اللي في بطنها او عملوا لها سحر مثلا، خصوصا انها محبوسة معاهم وما بيسمحوش ليها تستخدم التليفون نهائيا. فقررت تاخد رد فعل وسرقت تليفون الدكتورة وهي مش واخدة بالها منها، ولما بقت لوحدها تحاول تكلم الشرطة تجيلها بسرعة، بس للأسف سيدات العلاج الروحاني حصروها ومنعوها تكلم الشرطة، ولما تحاول تجري تقع واعراض الولادة ظهرت عليها وشكلها تولد بنجاح المرة دي، ولكن زي ما قالت الست العجوزة انها طلعت حامل في شيطان وخرج منها. كارول بنت وحيدة حزينة ابوها مات وهي صغيرة وعاشت معاه اخر لحظاتها السعيدة، ومن ساعة لما مات حياتها معرفتش طعم السعادة، وهي راجعة لبيتها في يوم تلاقي طرد غريب على باب بيتها، ولما تفتحه تلاقيه تسجيل لابوها ليها ويقول لها طول العشرين سنة دي انا حي اصلا وعايش اخر ايامي دلوقتي، انا ممتش زي ما انت افتكرتي، انا بس بعدت عنك عشان كانت حالتي النفسية سيئة مش اكتر، وخفت لأذيكي بسببها وخليت التسجيل ده مع اصدقاء الاوفياء وقلت لهم انك لما تكبري لازم يوصلوا التسجيل ده ليكي، هسيبلك عنوان مع التسجيل تقابليني فيه ولو لاخر مرة، اتمنى تسامحيني على غلطتي معاكي وتيجي تودعيني. بعد تفكير طويل قررت كارول تروح بسرعة عشان تقابل ابوها بعد 20 سنة غياب وهي فاكرة انه ميت اصلا. تتبعت الطريق ووصلت لمبنى ضخم حست بالرعب جواه، بس مش مهم، المهم انها تقابل
بتقابل ابوها، لقت باب تاني قدامها، ولما دخلته لقت ابوها قاعد ما بيتحركش وفيه جدار حواليها، ولما كارول تتخطاه وتعدي من عليه تحصل مفاجأة، ابوها طلع شيطان وسيطر عليها. دي كده يا اصدقائي المتابعين نهاية القصص. لمزيد من القصص المرعبة وافلام السفاحين والزومبي هسيب لك رابط لقائمة التشغيل ليهم في الوصف تحت الفيديو.